وللوقوف أكثر على تزايد ظاهرة بيع الآثار العراقية ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان أستاذ الإعلامي في جامعة البتراء الدكتور عبد الرزاق الدليمي. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. على مدى 18 عاما وتحديدا من الاحتلال الأمريكي تعرضت الآثار العراقية إلى عمليات نهب ممنهجة، والآن تصاعد معدلات بيع الآثار العراقية المنهوبة. هل تعتقد أن سرقات الآثار العراقية مجرد سرقات عادية يقوم بها لصوص، أم تقف خلفها قوى ومافيات فساد؟ شكرا على الاستضافة أولا وثانيا حياك الله دكتور. على اهتمامكم حقيقة في هذا الموضوع الخطير الذي ربما غالبية الشعب العراقي لأسباب اهتمامه في أمور أخرى حقيقة يعني غاب عن ذهن المواطن العراقي خطورة وأهمية هذا الموضوع اللي يعتبر جزء من هوية العراق وأساس في نظرة العالم وتقييم العالم لهذا الشعب ولهذا البلد. طبعا موضوع سرقة الآثار هو ليس فقط يعني عمل إجرامي سلوكي، بل هو طبعا يدخل في جوانب خطيرة جدا. على سبيل المثال أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وبريطانيا ينظرون إلى الجانب الحضاري بالعراق نظرة مختلفة تماما، تدخل في باب أنه كيفية أو إمكانية أن تغير هوية هذا البلد والصورة المأخوذة عن هذا البلد باعتباره يمثل أولى الحضارات في العالم، وهو البلد الذي علم الكتابة لكل العالم والذي أوجد الأسس العلمية المتقدمة في جميع علوم الإنسانية. ولهذا السبب حاولت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها طبعا بريطانيا والكيان الصهيوني وبالتوافق والتنسيق مع نظام الملاجئ في إيران أن يزيلوا الصورة المشرقة عن هذا البلد ويحولوها إلى صورة أخرى مختلفة تماما. طيب دكتور عبد الرزاق، وكالة فرانس بريس تنقل عن متخصصين أنه تكفي بضع مئات من الدولارات لشراء قطعة أثرية من موقع عبر الإنترنت. هل دولة كبيرة كالعراق لا يمكنها تتبع مثل هذه العروض ومن ثم سارقيها بحيث تستطيع استعادتها فيما بعد؟ أنا في تقديري نقطة كلش مهمة، أنه جزء مهم من الاحتلال أو جانب مهم من الاحتلال حقيقة كان يحول أن أو يحاول أن يصور الشعب العراقي على غير حقيقة، أنه شعب حضاري أقدم حضارات فيه. حقيقة حاولوا منذ يوم 9 نيسان أن يظهرون العراقي أنه شعب غواء، شعب يسرق مؤسساته. هذا الشعب يعني غير جدير أن يحتفظ بهذه الثروة العظيمة اللي هي الآثار، ولذلك يجب أن يكون مكانها في متاحف واشنطن، متاحف بريطانيا، المتاحف الأخرى، وأيضا تدليل على كيفية أنه العراقيين لا يهتمون بموضوع التراث والتاريخ والآثار. ولهذا السبب تشوف من السهولة جدا الآن عن طريق المزادات، عن طريق الإنترنت، الحصول على بعض الآثار بأسعار زهيدة جدا. المهم أن الآثار الأساسية اللي تشكل ثروة، يعني فقط مو فقط ثروة يعني تاريخية حضارية، وإنما ثروة حتى من ناحية المادية لا تقدر بثمن، حقيقة هذه الآن كلها يعني نقلت إلى واشنطن، نقلت إلى كيان الصهيوني، نقلت إلى متاحف بريطانيا، وأتوقع أنه لن تنشر هذه أو يعني توضع هذه الآثار المتاحف إلى حين، يعني بعد أن تنجلي أو تتغير الظروف بحيث لا أحد يهتم بهذه الآثار مثل ما هو قائم الآن بالنسبة إلى بعض العراقيين، طبعا أقصد الناس الواعين المدركين، وأيضا الذين يهتمون بواقع العراق ومستقبل العراق، طبعا يهتمون بموضوع الآثار على خلاف الآخرين الذين مهتمين طبعا أكثر شيء بحياتهم ومشاكلهم اليومية. طيب المسؤولون في العراق بدورهم يقولون إن حماية الآثار مهمة شاقة لوجود أكثر من 30,000 موقع أثري يحرسها عدد ضئيل من قوات الأمن العراقية. برأيك هل هذا العذر مقبول من دولة تنفق المليارات على قطاع الأمن؟ سيدي الكريم، أولا منذ أن حل الاحتلال غير مرحب به في العراق كان الهدف الأساس هو
تقديم او ابهار انه البلد بلد يعني منفلت امنيا. ولذلك النقطه الاساسيه التي يفكر بها الجميع سواء كانوا الامريكان او عملائهم الذين سلطوا على انقاب العراقيين في بغداد، الهم الاول لديهم هو حمايه انفسهم. لذلك شوف يعني بدل ما يهتمون بالاثار يهتمون بالمواقع المهمه بالبلد، حقيقه يهتمون بامنهم الشخصي. فكل واحد منهم من درجه مدير عام صعودا شوف عنده يعني اسطول كبير من الحمايات ومن المرافقين، عدا انه هناك صرف مبالغ هائله كبيره جدا على قضايا الامن حقيقه اللي هي قضايا يعني مختلقه يحاولون من خلالها سلب وسرقه الميزانيه العراقيه. في ذلك الحجه انه لا يتمكنون من تامين هذه المواقع الاثريه طبعا هي اكذوبه كبيره، وهي محاوله لاتاحه الفرصه للعصابات التي ترتبط بالنظام، ترتبط بالامريكان، ترتبط بالصهاينه لسرقه الاثار ثم بيعها في الاسواق العالميه كما قلت لاسباب ماديه واسباب اخرى ايضا تتعلق بتغييب الهويه الوطنيه والهويه التاريخيه لهذا الشعب العريق. استاذ الاعلام في جامعه البتراء الدكتور عبد الرزاق الدليمي، شكرا جزيلا لك لانضمامك الينا عبر الهاتف.